بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض زمن جديد، وهو زمن the past simple، زمن الماضي البسيط. طبعا زي ما احنا عارفين إن الماضي البسيط يتكون من التصريف الثاني للفعل، التصريف الثاني للفعل طبعا، وانت عارف إن هو ايه نوعين، يا إما عادي أوكي يا إما شاذ. العادي بضيف له ايه؟ بضيف له يا اما حرف دي، يا اما بضيف له اي دي، يا اما اي اي دي. طيب اولا انا بشوف هنا الفعل، لو انتهى بحرف الاي طبعا بضيف له دي، زي كلمه اي ارايف، ركز معايا هنا ارايف اهي اخره حرف اي، انا لما اجيب الماضي منه تو بي ارايفد، يبقى انا بضيف له حرف اي حرف دي، لاف لافد. اوكي طيب امتى بضيف اي دي؟ لو هو لا ينتهي باي، زي بلاي بلايد، فيزيت فيزيتد، وهكذا. طب امتى يا مستر بضيف اي اي دي؟ انا بضيف اي اي دي لو ايه الفعل عندي كان اخره ايه، ينتهي بواي، بس ايه خلي بالك واي اهو اوكي، بس ايه يسبقه حرف ايه، حرف ساكن، فالواي ديت انا ايه انا بشيلها خالص واضيف اي اي دي، يا اما الواي ايه احولها للاي، يبقى ايه انا ممكن الواي دي اشيلها خالص اهي، وطبعا وضيف اي اي دي زي ستادي، ستادي هي اخرها حرف الواي اوكي، فانا لما اخليها ماضي تبقى ستاديد اوكي، كاري كاريد، وهكذا. طيب لو انتهى الفعل بحرف ساكن مصبوب بحرف متحرك بعمل ايه بقى؟ بضاعف حرف، بضاعف الحرف الساكن زي ترافل اخرها ال، تمام كده، خلي بالك ال اهي، بس ايه قبل ال حرف ايه، حرف متحرك، فانا لما احول فعل الماضي بضاعف الحرف الساكن، يبقى traveled stop stop. بص مع كده هنا ايه، انا بضاعف حرف البي، طيب ليه؟ لان عندي هنا الاو حرف متحرك، فبالتالي انا بضاعف الحرف الساكن اللي هو بي تبقى stopped. اوكي طيب هنشوف يا اولاد بعض استخدامات زمن الماضي البسيط. طبعا الماضي البسيط يدل على حدث انتهى، حاجه خلصت خلاص، حدث انتهى في الماضي. طب ايه تاني يا مستر؟ يستخدم في الجمله الشرطيه في الحاله الثانيه، حاله ايه الحاله الثانيه؟ if he played well اوكي، لو هو لعب كويس he would win، طبعا في دي التمني، في دي التمني. طيب اوكي عندي كمان يستخدم مع wish، يدل على الامنيه او الافتراض غير الحقيقي، I wish I were a doctor، انا بتمنى اني انا اكون طبيب، I wish I were a doctor، التمني او افتراض غير حقيقي. يستخدم لو الجملة بدأت إيه it is time، it is time وبعدها إيه، وبعدها فاعل، it is time he arrived، يبقى it is time إيه، خلي بالك معايا كده، ما تنساش كلمة دالة على إيه، it is time أهي، لو جه بعدها فاعل يبقى لازم الفعل هنا يكون ماضي بسيط بس سيمبل، ما تنساش مهمة جدا، خلي بالك معايا كده أهي، it is time أهي، it is time أوكي، لو جه بعدها إيه، لو جه بعدها فاعل يبقى لازم الفعل يكون في الماضي. would rather نفس الكلام برضو، I would rather she helped him، برضو would rather اوكي، لو جه بعدها فعل تاني اوكي يبقى تبقى ايه في الفعل في زمن الماضي. هنشوف مع بعض الكيبورد بتاعته، بعض الكلمات الداله yesterday in the past last okay, last week last month، اي كلمه last اوكي okay. ago in ancient times it is time once one day I'd rather، الحاجات دي كلها ايه؟ كلمات دل عليها على الباست ايه؟ باست سيمبل. نقولهم تاني كده سريعة مع بعض، yesterday in the past last اوكي، طبعا وأي كلمة تيجي ايه جنبها، ago و in ancient times و it is time و عندي كمان once، عندي once و one day اوكي و would rather، دي كلها كلمات دل على الباست ايه؟ باست سيمبل، الباست ايه سيمبل اوكي. طيب خلي بالك معايا كده يا ولاد، بنقول لو الجملة عندي كانت ايه دل على ايه، دل على اوكي، اذا في عندي كلمة always و every day بتعبر عن عادة في الماضي، عادة ايه؟ عادة في الماضي، تاني بتعبر عن ايه؟ عادة في الماضي اوكي، لذلك جاءت الجملة في زمن الماضي. when he was young he always played in the street، يبقى خلي بالك معايا كده always اهي، بالرغم ان هي اصلا في الاساس كلمة دل على ايه؟ على ايه؟ على الـ present simple، لكن هنا برضو دل على ايه؟
عاد في الماضي، يبقى ايه؟ برضو تستخدم في الماضي. يبقى عندك always و everyday ممكن استخدمهم فين؟ في الماضي. امتى بقى؟ لما يدل عليه عاد في الماضي. تاني when he was young، لما هو كان صغير، he always كان دايما بيلعب فين؟ في هذا الشارع. يبقى بتعبر عن عادة في الماضي. يبقى خلي بالك معايا كده، every day و always، اوكي، دول كلمات ممكن استخدمهم للتعبير عن ايه؟ الباست سيمبل. امتى بقى؟ امتى؟ لما تكون بقى بتعبر عن عادة في الماضي. عادة ايه؟ عادة في الماضي. اوكي، طيب شوف حاجة تانية، معلومة تانية. لما يكون عندي هنا ايه؟ عندي ان وسنة في الماضي، بعد كده يبقى برضو بس ايه؟ سنة في الماضي، خلي بالك، كلمة تدل على ايه؟ اختار زمن الماضي البسيط. He was born in 1961، صح كده؟ تمام؟ يبقى عندي هنا ايه؟ عندي ماضي بسيط. فور برضو، he went to school three, four, six years، اوكي؟ he went to school 3, 4, 6 years، اوكي؟ يبقى فور هنا فترة زمنية برضو ممكن استخدمها في الماضي. هنقول هنا ايه بقى؟ he lived in Cairo from كذا to كذا، هو عاش في القاهرة من كذا لكذا. دي برضو جملة دالة على الماضي، من 1961 إلى 1973، تدل على فترة في الماضي. يبقى from، في عندي هنا ايه؟ date، تاريخ، to date، تاريخ تاني، من سنة لسنة، برضو بتعبر عن الماضي. طيب عندي ago، ago يجي قبلها ايه؟ فترة زمنية محددة، برضو بتعبر عن ايه؟ عن الماضي. اوكي، طيب دي حاجات، دي كلها تعبيرات تدل على الماضي. طبعا الماضي لما اجي انفيه هنفيه ازاي؟ قلنا اول حاجه didn't هو المصدر، I didn't play، I didn't go. طيب اوكي، حاجه ثانيه ممكن wasn't or weren't، جمله فيها was او were بان فيها not. never، بس never هنا ايه؟ never خلي بالك الفعل عادي، never لا تؤثر على الفعل. I never played، I never went، يبقى never وبعدها الفعل عادي لا يتغير. اوكي، لما الجمله تكون ايه؟ طبعا بس يعني مجهول، يعني بدء بمفعول به، طبعا فيها was or were، يبقى wasn't or weren't، يبقى بعدها ايه؟ طبعا بعدها past participle. could يبقى couldn't، would يبقى wouldn't، وهكذا. يعني كده ده بالنسبه ايه؟ بالنسبه نفي ايه؟ الماضي البسيط. نشوف بقى هنا شباب ايه الافعال الشاذه. طبعا احنا قلنا الافعال الشاذه ايه؟ كم نوع؟ الفعل الشاذه كم نوع؟ قلنا يا مستر الشاذ ده كم نوع؟ 3 انواع. في نوع عندي، اوكي، نوع عندي لا يتغير، لا يتغير، زي ايه؟ زي cut cut، او لا يتغير. اوكي، طيب في نوع تاني بيتغير في النطق بس، زي read read، read read، هو بس اتغير في النطق بس. في نوع تاني بيتغير by boat، by boat، دي الافعال الشاذة. يبقى هما كم نوع؟ 3 انواع. اقول تاني، في نوع لا يتغير زي cut cut، في نوع بيتغير في النطق بس زي read read، read read، في نوع بيتغير خالص زي باي بوت. اوكي، ده طبعا الافعال الشاذة. ونشوف هنا بعض الامثلة للافعال الشاذة، ركز معايا كده، زي بوت بوت اهي، بوت كات كات، شات شات، هيت هيت، ليت ليت، ريد ريد، وهكذا. في عندي النوع الثاني اللي هو بيتغير، زي مثلا باي بوت، كاتش كوت، برينج بروت، بيلد بيلت، سليب سليبت، ميت ميت، hear heard، وهكذا. طبعا عندي eat ate eaten، ده طبعا ليها ايه؟ تصريفات ثلاثة تتغير كلها ثلاثة، drink drank ايه؟ drunk، swim swam swum، fall fell fallen، write wrote written، وهكذا. دي طبعا ايه؟ ايه الافعال الموجودة عندي؟ write wrote written، speak spoke spoken، دي طبعا تصريفات الافعال الشاذة. نوصل بقى مع بعض دلوقتي للمحطة الايه الثانية، اللي هي used to. طبعا عارفين يا شباب used to معناها اعتدى ان او اعتدى على، تدل على حاجة كانت بتحصل في الماضي ودلوقتي ايه؟ توقفت او تغيرت. خلي بالك ايه قلنا دلوقتي؟ توقفت او تغيرت. I used to smoke، طب دي معناها ايه؟ يعني زمان انا كنت بدخن، طيب ودلوقتي لا. اوكي، اوكي، يبقى هنا تدل على ايه؟ على شيء كان يحدث في الماضي، شيء كان يحدث في الماضي تغير أو توقف الآن، تغير أو توقف إيه الآن. طيب
طب يا مستر انا عايز انفيها، هنفيها ازاي؟ هنفيها بكذا طريقه. اول حاجه didn't هو المصدر، I didn't use to، I didn't use او I never used to. يبقى هنا خلي بالك دايما never هنا يا شباب، دايما never لا تؤثر على الفعل اللي يجي بعدها، الفعل اهو used use. خلي بالك تاني I didn't use مصدر، يا اما never used. اوكي طيب هنشوف هنا ايه معلومه ثانيه عن used to. used to دايما يجي بعد حاجتين، اول حاجه عندي يجي بعدها ايه اللي المصدر، يا اما الفعل مضاف له ايه مضاف له اي ان جي. تاني يبقى اما يجي الفعل معاه في المصدر، يا اما يجي طبعا الفعل مضاف له ان جي. طب ازاي جات لي جمله في يوز تو؟ بعلم عليها، ببص على قبلها اللي هنا، هنا يا اولاد اهو، لو كان قبلها ام او از او ار او ووز او وير اختار الاجابه اللي فيها ان جي، لو ما كانش اختار المصدر. اقول تاني ابص على الكلمه اللي قبل يوز تو، لو جه قبلها هنا يعني، اوكي قبلها هنا معايا، لو جه قبلها ام او از او ار او ووز او وير اختار الاجابه اللي فيها ان جي، لكن لو ما جاش اختار المصدر. لو قلت هنا مثلا ايه مثال اي يوز تو سموك، لكن اي ام يوز تو سموكينج، اي ام يوز تو سموكينج، ليه في عندي ام هنا؟ تاني لو هنا يوز تو ما كانش قبلها، ركز معايا هنا اهو، ما فيش ولا ام ولا از ولا ار ولا ووز ولا وير، اختار المصدر. لكن لو جه هنا قبل يوز تو، لو جه هنا قبل يوز تو ام او از او ار او ووز او وير، يجي بعدها الفعل مضاف له ايه؟ مضاف له اي ان جي. طيب شوف مع بعض كده يوز تو، طبعا عارفين يوز تو لسه قايلينها دلوقتي، بتساوي نو لونجر، بتساوي اني مور، بتساوي اني لونجر. طيب الاربعه زي بعض، طيب ايه الفرق بينهم؟ يعني ايه؟ جت لي جمله امتى اختار اني واحده من الاربعه؟ اولا انا بقول يوز تو تيجي بعدها المصدر، نو لونجر لا تؤثر على الفعل. يعني ايه؟ يعني لا تؤثر على الفعل؟ لو قلت مثلا يبقى ايه هي، اوكي نو لونجر، نو لونجر هي نو لونجر. اوكي طيب اقول له سموك ولا سموكس؟ اقول له ايه سموك. اوكي ركز معايا كده. طيب ليه سموكس يا مستر؟ عشان نو لونجر هنا ايه؟ نو لونجر لا تؤثر على ايه؟ على الفعل. خلي بالك في اس اهي، في اس عندك اهي. طيب ليه؟ عشان نو لونجر لا تؤثر على ايه؟ على ايه؟ على الفعل. طيب انا لو شلت الاس ديت احط هنا ايه؟ يوز تو. تاني يوز تو بعد المصدر، نو لونجر لا تؤثر على الفعل، اني مور او اني لونجر تيجي فين؟ تاتي في الجمله المنفيه، تاتي في الجمله ايه؟ تاتي في الجمله ايه؟ المنفيه. اوكي طيب تمام. طيب عندنا هنا يا اولاد في برضه بالنسبه ليوز تو، لما تبقى جايه ايه؟ جايه جمله في ايه؟ في الباسيف. باسيف يعني ايه بقى؟ يعني مجهول. باسيف يبقى جمله جايه في الباسيف، يعني ايه؟ جايه في المجهول. طيب انا دلوقتي هجيب جمله في المجهول واقول عليها ايه بقى؟ مثلا ذا بين، القلم. اوكي ذا بين از يوزد تو، يا ترى اختار ايه بقى؟ خلي بالك ادي يوز تو اهي، شايفها يوز تو، وجاي قبلها ايه؟ جاي قبلها فيرب تو بي، يا ترى اختار هنا ايه؟ هنا اختار يا اما رايت اوكي ولا ريتن ولا رايتنج. خلي بالك الجمله دي بقى ايه؟ مبنيه للمجهول، مبنيه للمجهول، يبقى اختار ايه بقى يا مستر؟ اختار ايه المصدر؟ يبقى رايت. اختار ايه؟ ايه رايت. طب ليه؟ لان الجمله هنا مجهول، يبقى هنا عندي مع يوز تو لو جمله جايه في الباسيف، يعني باسيف يعني بادئه بالمفعول به، بادئه بالمفعول به، يبقى ايه اختار ايه بقى؟ المصدر، مصدر الفعل، مصدر ايه؟ مصدر الفعل، وليس الاي ان جي. طيب ليه؟ لان هذه جمله باسيف يعني مبنيه للمجهول. كده يا شباب وصلنا لاخر حلقتنا النهارده في زمن الماضي البسيط، واذكرك انك إيه؟ لو ما اشتركتش في القناه تشترك وتفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.